السلام عليكم. بما مناسبة الوقوف على مشروع الحي السكني الجديد هذا اللي يقع بولاية خنشلة، أجدد ندائي للسلطات في كل ولاية الوطن للاعتناء أكثر بالتهيئة العمرانية وإعادة النظر في مخططات شغل الأراضي واعتناء أكثر بالتشجير والفرديسمون اختيار مساحات خضراء وكذلك مرافق الاجتماعية من مدرسة وروضة أطفال ومستوصف وقاعات القاعات المطالعة مكتبات وكل مرافق اللي تجعل من الفضاءات سكانية فضاءات مدنية بأتم معنى الكلمة. أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم.